فرحنا وين؟ مش حضرتك كنت بتقول لنا ان في 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، تمام، نقولهم؟ اتفضل. عفوا، مش حضرتك تقولي ايه؟ بقول لك اتفضل يا حبيب قلبي، قولهم يلا. حسب ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد، ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا. فاضت عينها، ذكر الله خاليا ففاضت عينها. بس أنا متحمس أوي حصة الدين، يا روحي صباحك زي العسل. عايز حصة الدين كل يوم. أنا فرحت أوي ما عرفتنه في النهاردة، ايه عايز حصة الدين كل يوم. عارف، فرحت أوي ما عرفت إنه في حصة النهاردة. الله يكبر الناس خاطرك. طول أدعيلك، وأنا بصلي جدا بسبب اللي انتي بتتحبينا أوي في الدين. سلام، الله يكبر، بدعيلك، بدعي لأمي وأبويا. الله، والله انا مش عارفه اتكلم. الله يكبر خاطرك يا بنتي، انا مش عارفه ارد اقول لك ايه. جزاك الله كل خير. يعني انا لازم يبدو كل الفصل يا مصحاب حضرتك من أول يوم. دي نعمة ربنا عليا، ان ربنا يكرمني بحبكم. والله جزاكم الله كل خير، الله يرضى عليكم ويصلح حالكم ويبارك فيكم يا رب ويجعلكم من الله الصالحين. بركاته يا بس. حضرتك بتدي تانية ابتدائي؟ التيتشر كان هيسألني أدي، أنا قلت لها لأ. الله يا يستر. استاذ بتدي إيه؟ حضرتك ما بتديهمش؟ لا أنا بدي إعدادي، أنا ماسكة لسه صباحي زيكم صباحي. شو تاني؟ كويس، عشان اطلع أصل الساعة. اخويا بيقول لي ان مس الدين بتاعته طيبة فافتكرتها حضرتك. يعني هو كل اللي موجودين الدين بيبقوا طيبين. لأن إحنا يا باشا، بتدرس تانية إعدادي؟ آه يا روحي. مين عندك في تانية إعدادي؟ عندي آدم فارس. إيه ده، أنتي أخت آدم؟ أيوه، الدودو ده معانا من السنة اللي فاتت مع بعض، إحنا بقالنا سنتين أهو مع بعض. ربنا يبارك تيتشر. فيك. نعم يا ولاد. أنا حلا سام. إزيك يا لولو؟ أهلا وسهلا، صباح الفل. قولي يا حبيبتي لازم، صباح. لا كنت أقول حاجة، أنا بس كده. يا سلام، ودي بس دي كتير قوي، كفايه ان انتي لولو. السلام عليكم. عليكم السلام، صباح الفل. السلام عليكم احنا ميس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امبارح ميس احنا لما نعم يروح ميس، ممكن حضرتك تبعتلي الكتاب؟ في حد بعت الكتاب على الجروب، بس انا مش عارفه انهي جروب. يا بس انا معايا الكتاب، ينفع ابعته على جروب الواجبات؟ الله يكبر بخاطرك، يبقى كتر ألف خيرك. بس انا معايا الكتاب كامل بي دي اف يا بس، حضرتك وأنا محتاجة؟ يا بس كمان معايا بي دي اف الكتاب. بس كامل ولا الجزئية الأولى بس؟ بس الموضوع لا، الأول. كامل يا بس، كامل. طب ابعتوه يا جماعة، يا ريت تبعتولي. هلا لو في حد يعرف رقم يخص يبعتولي. الله مس يبقى انا بعت ابعته على لحضرتك التليجرام. رقم ال يا مس انا بعت لحضرتك بتاع اللينك بتاع التليجرام على التليجرام، حضرتك ما دخلتش فيه. فكرتك بعت الآيات مش. وأنا امبارح الصراحة كان عندي شغل من الساعة 7 الصبح للساعة 10:30 بالليل، كنت بعته اللي هو السيستم اللينك. وقع مني خلاص. استنى أشوف كده. اه والله جيت في الآخر والدنيا راحت مني خالص. تمام أهو، ألف شوف سلامة عليكم. تسلم، انضميت أهو ليكم. تمام. ماشي، ابعتولي على التليجرام، اللي معاك النسخة كاملة على صور. التليجرام. ربنا يرضى، شكرا يا حبيبي، ربنا يرضى عنك. نكمل بقى حبايب قلبي مع بعض. الدرس بتاعنا امبارح كان درس من الدروس الصراحة جميلة، سبحان الله. يعني ربنا أكرمني إن أنا عرفت أتكلم فيه كويس، ودي نعمة ربنا عليا. بس بجد كتاب يعني درس كان جميل. ما قرأناش بس الأسئلة أنا خدت بتاعتنا دي، الدرس الأول. كنا عايزين نقرأ الأسئلة. يلا بينا، يلا يا هختار الناس الشطورة الحلوة الجميلة. مين؟ مريم أحمد. ما أركان الإيمان؟ يلا يا رومي هقرأي الإجابة.
كان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تمام. يلا يا حبيبة، ما الحكمة من وجود يوم الحساب؟ يجزي يجب يجزي الله. يجزي الله عز وجل العبد المؤمن وكفاءه خير الجزاء ويجازي العاصي المؤذي الذي لم يتب إليه عز وجل في الدنيا. السؤال رقم 3، يلا يا عائشة أو آسيا، آسيا اسمك جميل. بصي انت تتخيلي انا بحب الاسم ده قد ايه، اسمك رائع. اتفضلي يا آسيا. لماذا يجمع الله تعالى الخلق جميعا في مكان واحد يوم القيامة؟ يجمع الله تعالى الخلق جميعا في مكان واحد يوم القيامة ليحاسبهم على أعمالهم في حياة الدنيا. انت عارفة اسمك زي اسم مين ولا ما تعرفيش؟ مس أنا عارفة، استنى هي نسألها أنا عارفة الأول، يا مس استنى نسألها الأول، آسيا اسمك زي اسم مين يا آسيا؟ ستنا آسيا أيوة مين بقى ستنا آسيا؟ مرات فرعون. هيبارك لك. تعرفي إن دي ذكرت في القرآن من ستنا مريم؟ يعني ليهم مكرمة عند ربنا عالية جدا، لدرجة إن ربنا بنى لها بيت في الجنة لما صبرت على أذى فرعون ليها لما آمنت بسيدنا موسى. فاسمك يعني بص ليه في قلوبنا مكانة أصلا ما شاء الله. ما الكتاب الذي يقرأه الإنسان يوم القيامة؟ يلا يا بيبو حبيبة. أيوة أيوة واسمحي لي أقول لك يا بيبو، عشان أنا معايا حبيبة قلبي بيبو في ثالثة إعدادي دي، بصي حتة جوه قلبي، فأقول لها يا بوب ويا بيبو. اسمحي لي أقول لك كده زيها ولا لأ؟ ايوه بس اكيد حبيب يا قلبي بس يلا يا عايزه بيبو. اقول لك ان انا بقول لحبيبه بوبتي انتي اخت بوبتي. حبيبة؟ لا انا صاحبه حبيبه، هي في مشروب اسمه بوبتي واحنا بنقول لها يا بوبا، فانا بقول لها يا بوبتي. المفروض ان هي بيبه بس احنا بنقول لها بوبا، مش عارفه ليه. يا عسل بيبو. يلا يا بيبو. ها، الكتاب الذي يقرأه الإنسان يوم القيامة؟ كتبته الملائكة لما قام بالعبد من الحسنات والسيئات في الدنيا. حبايب قلبي اللي من السنة اللي فاتت كانوا معايا سما فارس وسما أيمن. يلا يا سما فارس أنا جاي سمسومة. السنة اللي فاتت أيوة. ما ماشي. مراحل بدء حساب الإنسان يوم القيامة؟ يجتمع جميع الخلق في مكان واحد ليحاسبهم الله تعالى على أعمالهم في الحياة والدنيا. ينادي كل إنسان يقف وحده ينادى، بين يدي مش ينادي، ينادى. ينادى كل إنسان يقف وحده بين يدي الله تعالى. لكل إنسان كتاب يكتب فيه الحسنات والسيئات. فتأتي الملائكة بالكتاب ليرى العبد كل فعل وقول قام به في الدنيا وقد كتبته الملائكة. جميل. سما أيمن، ما أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؟ الصلاة لقوله إن عمل ما حصل الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. حبيبتي شكرا. حبيب قلبي محمد مجدي، الحته اللي جوه قلبي كده. اكتب بعض مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده يوم الحساب. الحسنة تكون بعشر أمثالها والسيئة بواحدة فقط. يرى الإنسان سيئاته التي تاب وتوقف عنها قد انقلبت إلى حسنات. تمام. يارا اذكر اثنين من اسباب النجاة يوم الحساب. مسامحة الآخرين والعفو عنهم والصدقة، فكل إنسان يبعث له ظل صدقته يبعث صدقته في به. ظل صدقته يوم الحساب. الله يفتح عليه. يبعث يعني هو يبعث في ظل صدقه. كارما، اسمك جميل قوي يا كارما. يعني ايه اسمك يا كارما؟ جاي من شجرة يعني جاي من الكرم يعني، ولا ليه معنى تاني؟ لا هو كرم اللي هو معناه شجرة العنب. أيوة كنت عايزة أقول أيوة شجرة الكرم، كنت أقول كده تمام. طب إلى ما رشدنا الحديث يا عسل، يا عنب يا معسلة أنت يا جميلة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. إيه معنى الحديث ده سيدي؟ ها؟ نعم سجن وبيعلق بس إيه؟ على مالك يا روحي. رقم 9، آخر سؤال.
أليم سيدنا حديث الرسول: من دعا لم هذا كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. يرشدنا الحديث الشريف إلى فضل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الخير للناس، وأن يكون المسلم قدوة تغير. تغير شكرا لغير. يا اتفضل يا محمد. طبعا نيجي هنا بقى كتاكيتي عندي ايه جماعة، لو اي حد فيكم عايز يدخل الحمام عايز ياكل عايز يشرب براحته براحتكم. انا لما كنت في الفصل فيس تو فيس مع اولادي كان عايز يدخل الحمام، طبعا كان بينزل اللي كان عاوز يعني ياكل كنت باكله في الحصة عادي، كانوا قدامي في الفصل طلع وكل يا بس تكون سميث مركز مهدرة، معايا. لا سميث انا اصلا مهدرة انا ما بتعاملش مع حد ان ده طالب والكلام ده كله، لا انتوا ولادي، فانا اللي انا هرضى للاطفال اللي انا ربنا ما رزقنيش بيها هرضاه لكم انتوا، فانتوا يعني حته مني، عايز تاكل عايز تشرب براحتك استمتع، المهم ان انت تكون مركز معايا ومصحصح مش عايز اكتر من كده. طب الفصل كله بقى معايا، انا دلوقتي عندي هنا 11 سؤال، 5 اسئله هنا و6 اسئله هنا، عايزاكم كلكم تحلوا وبعدين انا هقول الاجابات وكل واحد فيكم يقول لي جبت كام ويمسك قلم احمر وتعودوا مني بقى على الطريقه دي معايا يا مس قلم احمر كده اهو في البيت، واقعد اعلم لنفسي بقى كأن انا التيتشر وادي لنفسي بقى 10 على 10 بقى ونجمه وهابي فيس دلع نفسك، كده وبعد ما بس تعمل انا مش كل ده فاهمه. اسمعوني للاخر، وبعد ما تعمل كل ده تدي نفسك صح و10 على 10 ونجمه، بتصور اللي انت عملته ده وتبعته على التليجرام، فهمت انا عايز ده ايه ده ايه؟ يبقى احنا ايوه شفنا في الحصه تمام. ازاي؟ هقول تاني عشان الناس ما خدتش بالها. انا مثلا بديكم اسئله زي دي اقول لكم يلا ابداوا الاجابات. تبداوا الاجابات كلكم. بعدين انا اقول الاجابات الصح. وانت بردك بتتابع لنفسك ايه الصح من الغلط. طبعا يعني اكيد انا واثقه فيكم مفيش حد هيغير اجابته الكلام ده، ان احنا الموضوع ملوش لازمه ربنا لو رقيب عليك اصلا. كان معايا بنوتة دلوقتي في ثالثة إعدادي ما شاء الله ربنا يبارك فيها، كنت في اسكندرية معايا، فكنت أديها الكتاب وأقول لها حلي الامتحان ده وأسيب الكتاب اللي فيه الإجابات كلها جنبها وأخرج من الأوضة وأسيبها وأقفل الباب كده. حد يقول لي يا ميس إزاي ما هي ممكن تفتح الكتاب، كنت بقول لها كلمة سبحان الله يعني ربنا يصلح حالها، كنت بقول لها أنا مش رقيبة عليكي، الرقيب عليكي هو الله، عايزة تغشي انت هتغشي نفسك قبل ما تغشي في الامتحان وربنا شايفك، عايزة تعملي اعملي. ومن هنا ما شاء الله اتعلمت ازاي تبقى عندها مراقبة الى الله سبحانه وتعالى، ان انا لما اجي اعمل اي عمل افكر ربنا لما يشوفني وانا بعمله هقول له ايه ساعتها، ارد اقول له ايه. هو ده اللي انا عايزة بقى اربيه فيكم يا حبايبي، وانتوا ما شاء الله طبعا بتربيين احلى تربية وافضل، وانا مش هعمل ولا حاجة بس احنا دورنا تربية وتعليم يعني حاجة بسيطة بنعملها كده جنب اب والام. فيلا بينا عشان نبطل كلام، اتفضلوا ابدأوا الاجابات اسرع وحوش يلا يلا اسرع ماذا احنا كنا علينا خد، الام وبعدين ده ثلاثة واجب، ده احنا بعته خدنا واجب. فيس ليه يلا الف وب؟ انا بجد. طيب هبعته لك ماشي على ماشي الواتساب. خلاص سيبي الواجب على جنب وحلي معايا من الفيس من الشير اللي قدامكم يلا. يعني حل ده يا تيتشر، حل ابعتها ده بس واتساب. صوتك اللي يا حل حله عامل في زي صوت الواجب واحدة على يقفل، بص اليوتيوب. بص اللي حله في الواجب يقفل الكتاب. اسمعوني. سؤال ألف وب بس. لا ألف وب، أنا قلت 11 11 درجة. يلا اللي حله في طبعا الواجب على فكرة يقفل أنا مش الكتاب. معايا كتاب، خلاص مش ماشي معايا ماشي كتاب. خلاص أنا واثقة فيكم يلا. يلا ابدأ وكل على الله. تيجي بتنا في مشكلة أنا محضرش محاضرة امبارح أصلا. ما حضرتيش معايا امبارح؟ أه حاضر يا حبيبتي. مريم يا مس محمود. نعم. يعني احنا نحل سؤال ألف وباء، ألف وب. يلا فيا تيتشر أنا يا هحل مس على حسب وحضرتك. المنطق ماشي. مس ايه؟ انا بقول يا تيتشر ان انا احل يعني احاول احل على حسب المنطق اللي انا هستوعبه يعني. ماشي ماشي. متى عامل الواجب في الدفتر؟ اعمل في دفتر يعني ورقة غير اللي انا عاملها في الواجب. ايه؟ انا مش حل
حل في الدفتر يا باشا. اقفله وخليك معايا من على الصفحة دي. يلا لسه ما خلص. تمام. مس وانا عبد الله خلص وانا كمان خلصت. ماشي يا سيدي. مس مش ده الوقت بتاع انا امبارح؟ لسه طيب مين تاني؟ لسه اللي لسه على مهل. انا حليت مس بنفس الاجابات اللي كانت في دماغي. انا حليت بتاع الوقت امبارح. مين؟ لا دي صح، هو ده امبارح صح. جميل. من أسباب النجاة يوم القيامة. لسه أنا مش فاهمة السؤال الأخير. بيبي يا روحي. تمام خلاص. بعت لك إجابات على الواتساب. تمام. لا ما حدش يبعت، محدش يبعت هنعمل دلوقتي، احنا هنحل الأول مع بعض. حد بيحل لسه؟ بعتها أيوة خلاص يا ميس خالص. أنا. أيوة يا ميس. أنا يا ميس. بس ممكن تقوليش عن 6؟ رقم 6 أراه يعني من دعا إلى عمل سيء فعليه إثم وإن لم يفعله. بس خلص. تمام. مش أنا خلصت. مش هو بعد ما خلصنا حلها انت هتحليه لا معانا؟ انا ام حد اللي انا مستنيه، بس حد يقول لي تمام كده. في حد شغال بيحل؟ قوله تمام. مش مخلص دلوقتي. فاضل حاجه يا احمد؟ خلص يعمل مشحون. يلا بينا. هنا بيقول لي التصديق باليوم الاخر من اركان ايه؟ ان انا اؤمن باليوم الاخر الايمان. من اركان الايمان. تمام. اللي عايز يفتح المايك يجاوب معايا يشتغل عادي. ياخذ كل انسان يوم القيامه كتاب مكتوب فيه حسنات الحسنات وسيئات. والسيئات. حسنات السيئات. تمام. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. الله، يجزي الله تعالى على الحسنة عشر بعشرة أمثالها. شاءت فيها. من أسباب النجاة يوم القيامة. مسامحة الآخرين. مسامحة الآخرين. تمام. آخر أحداث يوم الحساب البعث من الموت. إزاي هتخلص. آخر؟ ده أول خطأ. حاجة البعث من الموت. يبقى نقول الإجابة غلط. يوم القيامة يرى العبد سيئاته التي تاب عنها كما هي. خطأ. فضل. غلط. تتحول إلى حسنات. ليه تتحول لحسنات؟ لو تاب تاب عنها عنها. أول حسنات. ثانية ما بقالش العبد المؤمن. يوم القيامة يرى العبد، بس هي مش عبد يعني بيعبد ربنا. ما هي السؤال هنا، هو مش المقصود بيه، ما هو مش كل الناس ربنا هيحول سيئاتهم لحسنات.
في بعض المؤمنين ربنا اللي هيحول سيئاتهم لحسنات، بس هو هنا مكتوب كلمة ايه؟ الشرط اللي حطه في السؤال، لازم السؤال اعرف كل كلمة في السؤال بتقول ايه. شايفين الجملة دي؟ تاب ايه؟ تاب عنهم. عنها، يعني مش كل سيئاتي هشوف حسناته خلاص من غير ما انا اتوب، لا، لما انا اتوب ايه عنها ساعتها هتتحول لايه؟ لحسنات. فانا مش هلاقي السيئات دي هلاقيها حسنات، هنقول الاجابة ايه؟ غلط، مش هلاقيها كما هي، بالعكس هتبقى ايه؟ هتتحول لحسنات. من دل صديقه على الخير فله اجر مثل اجر صديقه، هنقول الاجابة صح طبعا ايه؟ صح. صح يأتي المتصدق يوم القيامة في ظل صدقاته، هنقول الإجابة صح. صح يحاسب الله أو يحاسب الله تعالى الإنسان على أقواله وأفعاله يوم القيامة، طبعا الإجابة صح صح. شكرا يا يوسف. من دعا إلى عمل سيء فعليه إثم وإن لم يفعله. صح صح ده كده في الدنيا كام 11 على 11؟ 20 من 20 أنا والنجمة عبقرية جدا. كلها هم 11، أنا جبت ماشي برضه. مزاجك يا عم، أنت هم 11. طيب اللي جاب 11 من 11 أو 10 من 11 يدي لنفسه نجمة ويدي لنفسه. بس ازاي اسمعني بس، استنى وهبي فيس كده وزة بتاعي كده لعيني استعرف ما فيس اعرفش كده. اعمل نجمة يا مس، انا النجمة اللي هو بطلعها يا مس ما بتطلعش نجمة، إيه؟ النجمة اللي انا برسمها يا مس ما بتطلعش نجمة يا في مس. ولد عندي في سنة تالتة ابتدائي والله اعمل نفسك نجمة بيعملها كده، استنى اوريها لك، وبيعمل لها رجلين كده، مش عارفة أول مرة أشوف نجمة برجلين، شفتها على يده تالتة ابتدائي. المهم يلا بينا كده ندخل على الدرس اللي بعده، يلا طب بينا. عندي يا مس مش انا جبت 10 من 11 بس حلو، انا أدي بحمي نفسك النجمة نجمة كده يا برضه، مس، نجمة بحمي 10 على النجمة 10. كده يعني مش انا بحبك بحمي وبحبك النجمة والله كده يا مش عشان مجنون حضرتك فايز. وحضرتك مش يا مس وحضرتك الحق يا برضه مس الوقت مع ربنا حضرتك عدى 11. بسرعة الوقت معايا عدى بسرعة، مش انتوا أول ناس بتقولوا الكلمة دي، فعلا حاسة بتعدي بسرعة. يلا كفاية نكمل. والله هنا بيقول حضرتك لي بقى نفسك الدرس بتاعي نقفل المايكات بقى كده كده أثناء الشرح. يلا حد عاوز ايوه يا حاجة مصر الوقت دلوقتي؟ مع حضرتك بيعدي بسرعه قوي يا مس، انا اسفه نظري وجعني يعني مش عارفه اتكلم قوي بس هو الوقت عدى بسرعه قوي. حبيبي اسم الله عليك، شفاك الله وعافاك يا روحي. طيب احنا لو بدأنا دلوقتي هنشتغل مثلا 5 دقايق ولا حاجة كده ونخرج كده ندخل تاني، اتفقنا؟ يلا بينا. اتفقنا نقول يا مس. الأعمال. أنا دلوقتي يوم القيامة خلاص جه وبدأ بقى إيه تتوزن أعمالي. ميزان الأعمال حيث توضع حسنات العبد وسيئاته في الميزان، حاجة كده ميزان وتحط الحسنات بتاعتك والسيئات بتاعتك ونشوف مين أكتر. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني إيه يا مس؟ يعني لو كان العمل اللي انت عملته مثقال حبة من خردل، ايه الخردل ده؟ نبات بيضرب به المثل في صغر بذوره، البذر بتاعه صغير قوي، فلو مش انا كان عارف لو كان تمام لو كان الخردل ده انت عملت عمل قد الخردل كده ربنا هيأتي بيه يوم القيامة، سواء عمل خير او عمل شر. وبعدين ربنا بيقول ايه؟ وكفى بنا حاسبين. يعني منتهى العدل من الله سبحانه وتعالى ان هو هيوفيك حسابك، هيديك كل حسناتك وكل سيئاتك ويوزنهم. عملت خير والحسنات زادت، دخل الانسان الايه؟ الجنة. كان حياته كلها شر وسيئات وزادت، دخل الإنسان النار. بس أنا هقول لكم على حاجة قبل ما أكمل الحتة دي، هديكوا الحاجة اللي مهما كانت سيئات الإنسان كتير، بس طبعا احنا عارفين إن الإنسان لما بيعمل سيئة بيتوب عنها، ده قلنا ده شرط الإيه؟ شرط قبول تحويل السيئات لحسنات. خلي بالكم، قولوا كلكم في سركم دلوقتي كلمة إيه؟ لا إله إلا الله.
من وحد قلبه وقال لا إله إلا الله يجي يوم القيامة ويبص على حسناته يلاقيها حبة صغيرة، تمام؟ ويجي على سيئاته يلاقي الكتب بتاعتها ايه ده؟ سجلات كبيرة مد البصر مكتوبة فيها سيئات. فيجي يقول له، طبعا هو كده عرف نفسه داخل النار، داخل النار خلاص بقى، مفيش بقى، سجلات كبيرة كتب مكتوبة من كتر السيئات بتاعته. يبص للمنظر يقول ده انا كده كده خلاص داخل النار، داخل النار. يقول استنى، فاضل لك حاجة واحدة بس، في بطاقة كده زي كارت كده صغير، زي ما بنمسك كارت أي حد يعني، والله 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 الشكل عامل ازاي. يقول لهم دي بطاقة صغيرة، هتعمل ايه البطاقة الصغيرة دي قدام السجلات دي؟ فتوضع البطاقة في سجل الحسنات، أول ما بتتحط في كفة الحسنات السجلات الكبيرة دي بتطير، مش بتقع، بتطير أكنك رميت حاجة تقيلة قوي، لدرجة إن هي طيرت السجلات دي كلها وخلت المكان بتاع السيئات بقى فاضي. البطاقة دي هي قول لا إله إلا الله. عشان كده حياتك كلها دايما حاول قبل ما تيجي تنام تقرأ أذكار الصباح أو أذكار النوم، أذكار المساء. المهم إن أنت توقع في قلبك توحيد ربنا دايما، مهما الدنيا خدتك، مهما الذنوب ودتك، مهما الشيطان قال لك اعمل حاجة غلط وانت سمعت كلام وبعد كده رجعت عن العمل اللي انت عملته ده. اوعى تيأس من رحمة ربنا، اوعى تفتكر ان حياتك انتهت، او انا مثلا ليا ذنوب كتيرة ومش خلاص انا مش هينفع اتوب لربنا. لا 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 لا، احنا ان شاء الله مهما كنا ومهما كبرتوا في السن، خلي توحيد ربنا في قلبك اقوى من اي وسوسة من وساوس الشيطان اللي ممكن تودي الإنسان لحاجات تانية هو مش هيرضى عنها. هنقفل مس، اللينك وندخل بسرعة نكمل. نعم يا يوسف ولا نعم يا أحمد؟ سؤال يا مس، قول يا سيدي قبل اللينك ما يفصل. يلا الناس يا مس اللي الميزان بتاعهم حسناتهم قد سيئاتهم، دول اسمهم بيكونوا رجال، عندهم رجال الأعراف. أعراف، مش الأعراف، رجال آخر، الأعراف دول بيروحوا مكان تاني غير الجنة والنار بس. ايوه خلاص تعال نقفل اللينك وندخل نكمل كلامنا. طيب يلا بينا سلام، عشان ما يضحكش يلا بينا، عليا، بس مستنيك. يلا نفس اللينك هو اهو. يلا كتاكيت، سلام سلام عليكم. يا ناس. سلام يا سكر.